بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات أفرتا إيا الشن إلى آيات اللحدا إيا التضبع وسورة فرقان ألم ترى نؤقاتي مسكا ورهشي إلى ربك ربك كيف سيد مدد ذي اللخوصك أفديه ولو شاء هدو دوننا لجعله هوسكا وحكي لساكنا كي عند دقائقينه وجوكتا ثم جعلنا وان يليبو ألا إلى الشمس قرحنا عليه دشيس الدليل انتهي تصالينيس ثم قبضناه وان صورورنا إلينا حقا يغا يعني ما لسقو ألا ربه قبضا صورورين يسيرا وفضوده سيسهلا لو إله محمد وحالوه ما كوره شيء ما سعقاته سيدو ألا خوصك أفضي سيدو أقف صحيح ساني وحاوي خوصك أسي فجل كمركو لا شيء إلاق ورح صوبها خوصك أولي حيوي وإنتا خوصك لا شيء جاي وأنا وقتك أقفي عنا أقول راح بدور دادك عاور نبوك إكاركو هايو وقتك هو يقمعي وأنا جنة مالين تيدا سيدو سوكلا وخوصك خوصك لا شيء مكا وحيري هدان دونو حسيدي ساسا ندين لهي بولي لكن قرح لان دليل وقدك نبو markay qorraxdu soo baxdo yaa wixii la soo dhaafay inuu hoos ahaa la garan hadaan qorraxdu soo bixin lama garteen ashay iyo urufu bididii baa leena shayga didkiisa lagu gartaa marka hadaan qorraxdu soo bixi lahayn waxa la soo dhaafay inuu hoos yahay lama garteen magaciisa lama garteen ba qorraxdu aan dalil uga dhigay buu Alle yiri subhanahu wa ta'ala hadana waxa soo gaabin buu waa soo ururin xaqayga aan u soo ururin macnaheedu waxa weeye yaani aniga qudradeeda yaa meel ku soo ururin fudud markay qorraxdu soo baxdo ya hooskii la gartay marka hoosku markuu soo ururayo oo qorraxdu ku soo bixi rabto adigoo fahmaynin oo dadku fahmaynay uu soo yara soo yara soo yara qorraxdu baa mar soo dhay adigoo si uu soo yaraaday ma aan ogeyn hooska marka sida ugu fiican ee tafasiirta u badan yihiin waa sida anuu inta badan ibnu kasiir baa rajaxaa tafasiirta aan hayo marka allah qudradiisa ku tusin sidaas waa qudrul ala qudrati llahi ta'ala wa ألم ترى مؤقاتي مسكا ورهشي إلى ربك ربك كيف الصدى مدد ذل هوسك وأفذيه ولو شاء هدود هذا لرجعله كان إلى ساكنة كيد دقن ودقدقاق لهين ونميسي كتغينين هوسكا سنوا كينو نري فجرك إلى قرح صباح انتو دحي سوين ثم جعلنا وايا الشمس قرح دي عليه دوشي سدليلا دليل بانو قد يقولون إنه مقع هوس ليدا إلا يدا qoraxda dalilu hadayn qoraxdu soo bixi lahayn lama garteen magaciisa lama garteen ashay u urufu bididii baa leena gaajada iyo dareegta hadaan dareegi jirin gaajo lama garteen hadaan gaaj jirin dareeg lama garteen summa qabadna huwa soo ururinay ilayna xagayada meel alle uu og yahay way qabda soo ururin yasiiran oo fudud oo sahlan si aan la fahmayn buu soo ururay wuu alle الذي الله ويجعل لكم الليل هبينك إذن كي يالي لباسا أستر والنوم هرددنا صباتا راحا وجعل النهار مالنتنا كي يالي نشورا في لك لفرده والله شقيس والله شقق له الله سبحانه وتعالى بفضله وقدرته هبينك أستر بكردك يوم مالنتي وردن مركات سوى شقيسه هبينك إفتين هدوك فقوك ربحه وهو يأذك تحي مال يربح وقل مكتو الدكسون بساحا روحي والراحي سانو انتو هدفع عن سيحده يصوت يوسي مردم بي وأسر هددنا والراح ما انتو هدن مكا سوش قيني سي راحة ويهدد حبناها قيبان نصانا مال انتنا وقت شقال لقدي والله شقي سان وأسباب سيبا اللوكي إسوا الله تلسارنا يهدنا ما انتي لسوش قي سانو سوقيها لسومر نبا شقدي سوحي هاي يوكي وهو قال لي انتنا ونوحينا تسن الله قدر لديس سبحانه وتعالى الذي الله ويجعل لكم الليل هبينك إذن كري يلي لباسا أسر والنوم هرددنا صباتا راحا وجعل النهار مالنتا نوحي إذن كري يلي نشورا كالفرد إناد معاشك كالدونتان وهو ألي الذي الله ويأرسل الرياح الضبيشة الدري بشرا حالا بشارين إيسو بين يدي رحمته رحمته سهرت هذا ومدركة وأنزلنا واندجنا من السماء السمدنا ما أنبيان كسو دجيني ظهورا أو وحظهرا ظاهرنا محابيان لو سو دجيني
لنحيي إنا كنا لين به بياه صوبة هذا بلدة المقالو ميتا نردمتو أبارة ونسخيه أنوارابنه مما كي حق خلقنا عن أبو ري أنعام النعمولي حولها النون يو أنا سيدت كثيرا وبدا يوالي ليه سبحانه وتعالى قدر لسي كمتاي الله سبحانه وتعالى دبايشو الدرا يضا الروبكا هر صعوتا دبايلوه ويفذن بذيهين مدبا إمانو دولكي حاق وجير مسكي وحا كحاق mid kala imano daruurihi bay kicin mid kala imano daruurihi bay dabada ka kaxayn mid kala imano daruurihi oo kale isu wada geyn mid kala daruuraha hor socoto waa ka lay dhamcaan aragtay roob ka hor socota mid kala geedaha oo imano geedaha talaali intaas oo dabayla oo wada khayr labu alla leeyahay subhanahu wa ta'ala marka hadda mid dalay loo sheegay waa ta roob ka hor socoto waynu aragnay midaas si toos aanu aragnay oo qaya uri ba leeyna roobki markay dabayshu barto halka roob ka muuqdo dabayl ud goob ba ku soo maraysa way Allah wa Allah sida yeelay muxuu biyaha u soo dajiyay daahirka ah in aan ku nooleynabu alla yiri magaalo dhimatay oo khalqiga hawayaanka ah iyo dadkana ka waraabino ay ku oonbaxaan waa la saawleeyay biyaha dahuurka markii lafdiga dahuur kuwa wax dhahira daahirkana aba dahuur leeyna kuwa weysaysiga laftiisa dahuur ba leeyna dahuur ba leeyna marka biyaha dii laga hadlo ee biyuhu culimadu say u badan yihiin biyuhu waa daahir haday nijaasi ku dhacdo ama ha yaraadaan ama badnaadeen mar hadayna ee sifadiisi bedelin waa daahir ama ha yaraadaan ama badnaadaan waxa uu sidaa leh ee Imaam Malik iyo wixii raacsan Abu Hanifa wuxuu leeyahay ama ha yaraadaan ama badnaadeen nijaasi ba haday ku dhacdo waa nijaas buu leeyahay Imaam Shafiic wuxuu leeyahay qullatayn haday ka badan yihiin nijaaso ma hayaan hadiiska qolatayinka waa laga xog badan yahay waa daciif sida ugu fiican waxa weeye biyaha nijaasada ay ku dhacdo in badal min wa daahir wa biya lagu weysaysan ka waran ee ruuxa ka daata kuwaas waa mustaqbal bay culimadu ilaadeen oo lagu ma weysaysan karo dib laakiin waa daahir oo nijaas ma aha huwa allahi alladhi allahu waye arsala dilay arriyaha dabaysha bushran halay bishaareynayso bayna yaday raxmati raxmadiisa horteeda roobki bay hor socotaa garo midna dabada ay ka kaxeen waanzalna waan ka soo dejinay buu alla yiri mina samaa samada xageeda ma anbiya dahuran oo daahir oo nadiifa maxaan u soo dejinay linuxiya inaan ku nooleyno bihi biyaha sababtooda baldatan magaalo meytan oo dhimatay oo abaar wanusqiyahu aanu waraabino mimma khalqigi khalaqna aan abuurtay ancaama nicmoolay fara badan iyo xawayaan iyo anaasiya dad kathiiran oo badan walaqad sarrafnaahu waan gadgadinay roobka baynahum dadka dhexdooda liyad la karu inay waantoomaano alla qudradiisa nicmadiisa ay gartaan faaba aksaru naasi dadka badankood way diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye way diideen buu alla leeyahay subxaana wa tacaala sidaa aan ku fasiray oo roobka walaqad sarrafnaahu damiirka aan roobka u celinay waa sida ugu fiican waayo waxa la hadalhayaa waa roob culimada qaar baa yidhi walaqad sarrafnaahu qur'aanka Quraan lama meeshan intan inagu dhow laguma soo sheegin waa roobka Allaah wuxuu leeyahay roobka meelo badan baan marinay Allaah subxaanahu wa ta'aala roobki baa iman meel buu mari uu ku daaynin meesha ka sheesana uu ku dii meel ku badan baa ku dii meel ku yar baa ku dii sanadku ma kala roob badan sanadkan ka roob badan male ee sanadku markuu roobku yar yahay meelaha badan iyo meelahaas lagu daacsiinaya sanadkan ka roob yar mare marka Allaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay roobki waan gadgadiyay oo meel kale duwan baan geeyay meel waa lagu badiyay meel waa lagu yareeyay meel waxa weeye uu ka booday meel basin u yahay waa inay dadku gartaan alla nicmadiisa ku waantoomaan ay gartaan nicmada alle markuu ilaahay roobka intuu daasiyo abaarta laga bogsoodo oo lagu noolaado nicmadii alle waa in la garto marka alle la caabido way laakin dadka intooda badan gaalnimo mooye wax kale iska diiday dad badan baa diiday gaar ahaan berigii nabiga la joogay dadkii nabiga la joogay walaqad sarrafnaahu waan gadgadinay roobka meelo badan baan kala geynay baynahum dadka dhexdooda taasu ku dii tanu ka boodi taasu ku dii liyad dhakaru inay waantoomaano alla nicmadiisa ay gartaan faaba aksaru naasi dadka badankood waxay diideen ilaa kufuura gaalnimo mooye walowshiina alla haddaan doonno yihi la bacasana waan diri lahay fii kulli qaryatin magaalo kasto nadiiran ku u diga ee falaa tudnicil kaafiriina قال ذهيلي وجاهدهم لا تقالن به بالقرآن كلا تقالن جاء
جهاد جهاد كبير نووي الله وحو النبي جيسا كويني هدان دونه مقال أول بالنذير بانودق الحل كان انت عليك كما ننصارين أو كاحب بذن لكن أديك شرفت هذا يا الله فدينا يا شرفت هذا إنا رسول الخلق تاي أردن يا أديك شرفت هذا الله فدينا يا سيداتك أدل قاضي نبكم كهيستا الله وحو هيلي كري مقال أول بينو نبي أدلو هيلي كري لكن أديك اللي شرفيه رسول الخلق بالغادك marka u dul qaado ad kaysa la leeyahay nabiga oo Alle ku shukri ilaah nicmada ku siiyay Alle ku shukri baa nabiga lagu leeyahay gaaladana waligaaba hala tashanay wax kasta haday kuula yimaadaan hala tashanay ha ka tala qaadani gaalada in badan bay quraashintay nabiga u yimaadeen yihiin wariyo sida ayelo bal ilaahayaha ayid nooga daa mar waxayna war xoolaan ku siin waxyaab badan bay ilaah ka tala qaadeen baa nabiga lagu yiri quraankana ku dagaalan baa leey wa marka dad jihad ku ma jirin jihad kuma jir marka quraan ku dagaalano dadka u sheego u sharax weeye inaguna sidii oo kale way hada quraankeenu ku dagaalamayna dadka u sharxayna oo u sheegayna quraanku waa dagaal weyn Allah wuxuu leeyahay walaw shiina hadaan doono labacasna waan diri lahayn fi kulli qaryatin magaalo kasta nadiiran mid u digo oo nabi ah adigaas lagu sharfiyeeyo gabi ahaanba risaaladaadii caam laga dhigay e falaatu duul kaafiriina gaalada hayeelin haka tala qaadan wajahidum la dagaal bihi bil quraan kula dagaalan jihadan jihad kabiiran oo weyn wuu walle alladi allah wuu marajal bahrayn labada badood isku daray hada kan ajb macaan way furatun aad macaan wa hada kan milhun dhanaan way ujaajul oo garaw ah wajala allah wuxuu yeleey baynuma dhaxdooda barzakh xijaab uu yeleey iyo wixii jiran maani mahjuran oo kala manciya الله سبحانه وتعالى وحي له لبدا بدود ميد وين معانته ااادو معان ميدنا وين دانانته وين اسكو دخسيدان فيدا اسكو هيان حدنا اسكو فتيه ما يان اسكو فكن ما يان علماء بدن waxay ku sharxeen badaha badan biyaha macaan iyo biyaha qadaadi marka isdhex galaan isku dhexdarman ma yan meel la xore li dambari joogay wax yar xog weyn oo la xore li yiraahdo buuraha ka soo daaca markuu soo daaco bada meeshu ka galo ila inta ila aragaaga ku darman ma hayaan qoliyasa ku fasiray laakiin sida ma waxa badda macaan waxa weeye waa laagaha iyo togaga iyo ceelasha waxa macaan weyn biya khadaadin waa kun badda ku jira weyn xijaabku dhaxayaan waa maxay qudrada alla ka sako deer waxa u dhaxaya dhulka u dhaxeeya ibnu kasiir baa saa ku fasiray oo sida weey waxa wuxuu yiri lama arag bad fadhido oo badahan jooga ah oo macaan waligeed lama arag boo بط فردة بحر بسيط بحر المحيط بحر قلزم بضعس وحبضه ولقيت فردة ومعان لما أرجوه مركز سيدا ساين كدين إن شاء الله وهو الله الذي الله ويمرج البحرين اللي بضبضه اسكف الصحي هذا كان عذب معان ويفرات آذ معان وهذا كان ملح دنان ويأجاج أو قرر أو خلاد له وجعل بينهما نحضوضا وحوية لبرزخا حجاب ويالي حجاب كاسنا وردلكا كالعلينيه adda meesha aan sheegayo togu meesha uu badda kaga daro intan ilaa markuu u jiro hadaad qodo laas macaan ba kaaga soo bixi intan ilaa ka u jira hadaad laas ka qodo macaan ba kaaga soo baxay markii xijaabka uu yeelay waa dhulka iyo wixii jiran maani mahjuran oo kala manciya ila qudratihi taasna ku tusini wuu alle alladi allah wuu khalaqa ka abuuray min almaa'i biyaha xaqooda basharan dad فجعله بشر كي كيلنا صبا أبتر إيو وسيرا حيث تنمو وكان ربك ربنا وحوء هذا قديرا كي وحو البكر إلى قدري سوحا كملا بشر كي وحا لقاء أبو ربيو وأدعان كان فقي يدومر كان لبدر دعان اسكدر من يوين مركا مركو علموه صورة شيء أهر سواء نصب أبتر أموليه مركا لكن مركا دمو دي قول سيدو حيث نمان أوليه دادو لحيث داد فربنبو iyo saaxiib la yahay sadogyada iyo sidiyaasha iyo marka nasab wasiira waa sida way ila qudratihi tanana ku tusin wuu alle alladi allah wuu khalaqa ka abuure min almaa'i biyahan dibicda ah ee manida basharan dad fajaalahu ka yeelay nasaban abtir iyo wasiiran xilitinima ka yeelay kala guursi wakaana rabbuka rabbigaana wuxuu qadiirin ala kulli shay wax walba ki kara way wuu yaabudu allah inta qudratihiisu tahay ii hadana waxaan waxba u tareen caabudayaan cibaadadiisa kale xan way aayadu yaabuduna waxay caabudayaan midoonillaah ala qeyrki
ما شيء لا ينفعهم أن وحبوا ترينين ولا يضرهم أن دبينين هذي عابد وياه دبنا أن كدف إن كرينين وكان الكافر قال كوه هذا ظهيرا كيو كالمي للشيطان على ربي ربي جيبوا كالمي قال كساس يا لغو يخان الله عليه الله قدر الذي سئنت تهسال إنه غشاه معابد يان وحن نفع لهين on dib haday caabudi waayaan dibayne oo haday caabudaan wax u tareyne oo dib ka difaaci kare nafci siineen ya caabudi Allah qudrinisu taatahayna way diidan yihiin gaalka waxa lagu yiqaan shaydaanku la saaxib yahayo shaydaanku u kaalmayn oo cala rabbiga uga kaalmayn rabbigiisi abuurtay buuntu kal leexdo iyo shaydaanka casiinaya oo shaydaanku hoggaankiisa ayaa weey gaalku way caabuduna way caabudi min duunillaahi la qayfi ما شيء لا ينفعهم أن أنفعين هذي عابدان ولا يضرهم أن دبينين هذي عابد وايا وكان الكافر قال كوحو هذي صهيرا كي أكالما يليش عيطاني على ربه بوغا كالمين أو ألو كسهر جيخن قال كساسا لغو يقان وما أرسلناك نبي الله محمد كما أن أنذر إلا مبشرا بالشارية إنا تايمو لمن اتبعك قفكي كراعة والنذير دقنين بحياتي قفكي كديدة قلوا حاد كتر هذا ما أسألكم أن أؤذن ويدين ماي عليه على تبليغ الرسالة رسالة قارسين تيدا من أجل وخرش إذن ويدين ماي إلا لكن من شاء غفك الدونة أن يتخذ إنو ياشو إلى ربه ربه سبيلا ودو حق ألا أقيسا كاسك إنتا وان ربا إن حق ألا صومرتا وحن إذن كربا كليه وحوي حق إنا صور عدا يعني إذن كربا وإنتا وان إذن وجلاء أنو إذن كمربا وحن إذن كربا وحوي qofkii dooray inuu Allaah wadadii samaro inuu wadada soobaro intaan annu rabo kaliya ujradeeda wataa way ujradeeda Allaah baa ii qabab u leeyahay wa tawakkalta la saara nabiga lagu yiri Allaah wuxuu leeyahay wama arsalnaaka kuma aanan dirin nabiga Ilaahay Muhammad sharafta lahu illa mubashiran bisharaaya ina taaymo iyo cidii ku raacda wa nadiidan digniin bixiye ina taaymo iyo cidii ku diida qul waxaad ku tiraa ma asalukum idin waydiin maay alayhi ala tabliqi risaala risaalada gaarsiinteeda من أجل وحخرة شهابة يراته إذن ويدين ماي إلا لكن من شاء قفك الدونة أن يتخذ إنو ياشو إلا ربي ربي حقه سبيلا وده تهد وان ربا تهو أمراتك إنو وده حق على صومر وتوكل ثلاثة على النبي الغيري على الحي عليه النولا الذي عليه لا يموت عن دمانين وسبح تسبح بحمده الحمد جيس أذو كل ضي وكفى به الله كفلا بذنوب عباده adoomihi sadan bigooda khabiiran xugaal ahaan nabi ilaahay muhammad waxa lagu diray tala saaro allah noola waligi dhimanay tala saaradku adoo asbaabta hal la daayo ma aha meeshii adoo asbaabti gacanta kula jira allah tala saaro oo garanaya asbaabtan in waxba ku tareen hadaan allah ka aqbalin asbaabtu waa allah bari sideedaba asbaabtu waa allah bari marka shaqeynayso ilaahay wax isiibay yey ka dhigantahay marka adoo allah tala saartay hadana shaqey baa lagu leeyahay marka kanoolay waligi dhimanayn ka tala saaro kaasa kugu filan ya alla nabigiisa ku yiri alayhi salatu wasalam wa tawakkalta la saaro ala allah alla tala saaro alihi alhayy nola alladhi alihi la yamutu an dimanayni tasbiixdi hamdigan isku lad baalay subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilay wa sabbih tasbih sumu talabisa bihamdihi adu hamdigiisina kulladaya wa kafa bihi allah ba kufilan بذنوب عباده أدومه سدّم بجوز خبير حقوق عليهم عدنا الله قفك الدم بجيس ويدين ماي إن سجل الروح مين ولا ليه دم بجا مقش ودم بجا مقش شيء مجاني الله هو أجله ذنوبته فاعله كفاء وحال إلى بقى بالجوسي عليها الله تلا صار الوليه أدومه سدّم بجوز الذي الله هو خلق السماوات السماوي كوردن أبوري والأرض أرضنا أبوري وما بينهما انت قلنا حيساء أبوري في ستة أيام اللحمة المتقدهون ثم استوى ككر نقضي على العرش عرشك ككر نقضي هو الله الرحمن وهي فاسأل بالسؤال به استوىها عرشك خبيرك حقالك ويدي وقرانك وحاد ويدي سا عرشك إنه قال لي استوى على عرشك ككر نقضي أحد حقالك ويدي ونبي الله محمد أحد حقالك ويدي وقرانك قرانك حقالك قرانك نساس إليه الله سبحانه وتعالى السماء دي أرض دي إساقا أبوري إيا إنتا قلنا حيسا لح معلمات قده عدسي قيسو ككر نقل تدبا آياتهم يا معنى هنكوتي ماده آيات دا كوباد وحوية سورة العراف
آيات كنتني أفر سورة يونس سورة يونس آيات الصدحات سورة الرعد آيات اللبان سورة الضح آيات الشناد توا آيات كنتني السقاط سورة السجدة هي سورة الحديد وآياتها أفراد وين كل قد يسوى على عرشي وين واح إسلامه نبي الله محمد ما أول ويسواها سمجر مدهن سلام بن نبسه قارسيه صحابة ما أول تابعين ما أول علماء دي سلام كورداني ما أول معتزلة دي بقى أول شيء وحي لهذين عدين لي لهذا الله عرشي قيس وكو استوادين جهو جالا وإنو عرشي قول ليه يهي إنو كوين يهي إنو كير يهي إنو لغاها كلا لهذين إنو تشيفة إنو تغيي وحاصر دم الله ببهنا يسوى على عرشي قرآن كيستواها كتنا هدو إلا كتلابا وقسم هدو على كتلابا وارتفاع واسدنا وكالي هدو لازم نقضنا وكامل نقشوي نين تابعي هو علماء السلام كاكميدا علماء السلام كاكميدا اللي ويديولي يا إساقو سانقاف وشمي قولة ساحبة دي ويمادين إساقو بوي إساقو على سانق على إيجري ويقرأوا وحال أوقالي نين في البادية والبادية هكي يمد باين وروحوا يزي الله يصوفوا لين الليل السوا هو ارتفاع وين أنا قم مركينا لو أغرين سيري أنا غير يرى معتزيلة دي وحن عقيدة دي لنا مركينا لو أغرين سيري وكبر أرغني أنا قد دورة وحن ديه سيري ورمر كاتل هذا إلهي ميل والبغوتشوغا ميل لنا مجشوغ ميل والبغوتشوغا ميل لنا مجشوغ جهان مجشوغ جهان أضوح مباتلاء إلهي سيلا وقرر إلهي أسماء إلهي نوشيغ مهيان مركات إلهي قرن ويداد قرطبين ديه سيري نوغان عن سيري إلهي يبيو بلو عبدان وين ديه سيري annagoo yar yar ku baraarugnay ilaah qudradiisa waxaan garanaya kitaab la ilaah jawhar tawxiid meel cadalay la yiraahdo oo hoosaas annagoo nolol galay habeenkii buu nino akhri jiray maantina naxwada akhri jiray annagoo soo raacanayna waxa ku jirta faalahu idraakun wala khulfu wa inta qom fihi yakhfad ilaahi dareen ma leeyahay ma samale dareen uu qabow iyo kulaylka iyo dhadaanka iyo adayga uu ku kala garta ma leeyahay ma samale qaar baale male qaar uu leeyahay waa mur nin haddii aanu maray inuu ila joogo ee jigjiga in badan baan sheegay haddii waa baalayda hoo nabu dhijir allahu nabu iska baday nabu ilaahi wuu igu riday sidii xaqi uu wadaad ku gartay baa allahu igu riday aniga subhanahu wa ta'ala labaatanka waan ku hoosaynay marka waxaan ka wadnaa istawa ala arshi istawa unama oo inaan garanayn inta ku dhah maxamed u dhaxgeli nabi ilaahi maxamed sidoo inoo ugu keenay maxamed u dhaxgeli waa الله سبحانه وتعالى أدومه سدّم بجوده وأجيه الذي الله خلق السماوات السماء أبوري والأرض أرضا أبوري يو بينهما أنت ورد حيث في ستة أيام لحم الماض ثم استوى كوكر رغد على العرش وكر رغش أعلم أنت ورد دافن الرحمن هو الرحمن والرحمن ويه فسأل واحد ويدسا به استواه واحد ويدسا خبيرك حبيبك ويديدي الله باسطا له قرآن كريم كويدي ka waydi baa lagu leey khabeerka xugaalka ka waydi baa lagu leey imaam malik rahimahu allah ta'ala ya la waydiyo leeyay al istiwa bal ka waran wuxuu leeyay al istiwa ma'lum wal kayf majhul wa su'alu anhu bid'ah qum bil la'mati llah kayf waydiibu sida ku yin istiwa dawal la yaqana wa huwa al istifah istiwa sidu alla u yahayna lama yaqaan laga tacbuur la'nadaha kugu baxday imaam malik baa sal culimadu dhan isaas yiraahdeen imaam shafi'i wuxuu yiri ilmu kalaamka wax la yiraa waa wax de عقيدتي اللي يقيني واجه علم كلام لا أن يلقى الله العبد بكل ذنب بوري غير الشرك يا أحب إلي من أن يلقى الله بعلم الكلام إمام الشافعي باي إنه ننكو ذنبك سأل الله ولتغه مالك الشرك قال لك رهيبه ينكسع لهاي إنه علم كلام ولتغه علمك المعتزلة دي وحنونا إمام الشافعي باي سيدهي الله سبحانه وتعالى سيدنا مركا إنه شيء وحنوع العلينينا يالله خلدين oo lagu dhihin ilaahay ba tashbiihisa yaa lagu dhihin istiwaa u cunamaynu leenahay ilaahay saas u yahay malee wayda qila markii lagu yiraahdo lahum gaalada u sujuuda lirrahmaani allah arrahmaan qaalu waxay dhihi waa marrahmaan oo arrahmaan muxuu yahay ana sujuuma waxaan u sujuudi liba tamuruna waxaadna amraysay inaan u sujuudno wajadahum hadalkaasi wuxuu u ziyadiyay nufuran arab u ziyadiyay allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ino sheegaya markii gaalada ilaahay wa arrahmaan u sujuuda wa marrahmaan la naarifu arrahmaan illa arrahmaan al-yamama مسلمة الكذاب بيشيغيان مسلمة بن حبيب الكذاب ماشي يماما اللي هذا حجاز ونكمدة يجي النبي بانه النبي قوة شوغة يجي النبي بانه ما نبي قوة هشيس إنو الله قالوا دم عيو أديك نوار هير مقال كودة أديك نوار هير مي يقول مرة وحيد أديك أنك أقدم بي أنك الرائع وأنك مسلمة الكذاب وي
نكاسم بي الرحمن اليمامة ويقيني إذا قيل اللهم مركي لقوي له أسجو أسجودا للرحمن الله الرحمن قالوا وحيده وما الرحمن الرحمن محوية يده أنا سيد موحن أسجودي لما تأمرنا وحادنا أمر إيش وزادهم هذا الكاس وحوزي يعني نفورا عرض بوزي يعني تبارك وحاصر رأي الذي أله جعل في السماء سمد يلي بروجا بروا وين وجعل يلي فيها سمد دحدد سراجا سراج يلي وقمرا ضيح منيرا وإفتيميا سراج هو قرح وين منيرا تنور كنا وإفتين ملك لكي يمد با نور لو يقانا لغانا سراج كنا وإفتين كعادي إساق سيدا كل شيء الله الصمد بروج أنت هسيده وقف يعني وحوي واحد دقة إن لي ذات حد قبوره كلا وحد دقة سيارته الله الصمد يالون قل يا وحيد ودوين يا صمد الدحمر مرة إسلامت بيصابحه ودوين كحد قوه مرة هي حد دقة هدي لي ذات إسلامت بيصابحه يا ساسين حد دقة إنك دينين تبارك وحان زهان أسرية الذي الله جعل يال في السماء صمد بروج بوره وين واحد دقة وجعل يلي فيها دحدد سراجا سراج افتيما يلي او قرحد اه يو قمرا ضيح من نيرا وحفتيما ما لنت بردولك افتيما يا هبينك بردولك افتيما لبدا سراج بقى وهو الله الذي الله هو يجعل الليل هبينك كيال والنهار بالك خلفة استبمر لمن بوغا يلي اراد الدونية ان يذكر انو وانتومو الله حسو او اراد الدونية شكونا شكر الدونية الله سبحانه وتعالى ما لنت يا هبينك استبى مربو إنه غيالي وقفت ألا عابد يوي وبالمثل وحلقوا فسيري قفت ألا عابد يوي عاو وردقيها دو كاب باغدو بري باعما وردقاك أدخلضين الله إما هدو بري وردقيها دغري شبتي سلاة تكتر كاب باغتو سلاة فرضك أدماءها سلاة سنة هويي عاو الله إما نتكامل يلوي عمر بن خداب وكمالي سلاة قلي سلاة فربضان وضحادي كبدن بوتكدي ولي بقى واحد كوجمان أنا رجع واسيدة بقى ليه حالي بورد دقيقة باخذه مركب مانتن كامل يلي يا بوم مركب مالين تيها بيت إنه غفلا مركب أن الله عبده إنه غفكي الله عبده يا واحد يبمله مانتن وحى كاب باخذ عوا ثمين وحى عوا كاب باخذ بره بات ثمين واحد بات أمله إلى بس سيدنا وقته لقاله إنه استوى مرانه أي متبم مدخله وكذب يمهده يعني هبينك وسيدا وكذب جماعي وين هبينك ورد وكاب باخذ سيدا كذب جماعي هذا لو صان نخن مالكين ويكويمان سيدا يلبل قولي الله وحليه وهو الله الذي الله ويجعل الليل والنهار هبينك يوم مالنت كدغاي خلفة استبمر لمن بو اوغا دغي اراد دون ان يذكر انو وان تومو او عبادهيستو او ذكرك الله او لا يمادو او صلاتو كدو او اراد دون يشكور شكر دون انو الله نعمتو سي كشكري دون وا سيدا اشيغناي وعباد الرحمن ادومي هو فركي غالدي يو waxay ahaayeen la soo sheegay bal adoomadii allana dhaw wi ibadu arrahmani allah arrahman adoomihiisu alladina kuwa yimshuna su'ud ala al-ardulka hawnan sidabacsan oo dagan wila khaadabahum markuu la hadlo aljahiluna kuwa an waxba garanayna qalu waxaydihi salaama nabadgali du'a ma nabadgali waraynu kala nabadgala way wariga aamu way sida soo kale adoomaha alle waa kuwaas markay dhulka socodsiida ganaan looma jeedo siyaada ismiskiinimo oo cudur cudura oo dadka u tusaaleeyay looma jeedo si degano sharaf ku jirto waa inuu u socdo dhulka oo kibirna lahayn de fudaydna lahayn oo bilig bilig iyo waxaan ahayn haduu haleeraha isaa u deemoodo in fiican ma aha waxa weey waa inuu ahad degan oo sharaf leh oo miisaan la waa inuu yahay in looma jeedo inuu ismiskiinimo lama rabo wii ibadu arrahmani allah arrahmani adoomihiisa الذين كوا يمشون صعد على الأرض لكهونا سيد بعسان أصعده ودقن وإذا خاطبهم الجاهلون جاهلون تمرك إلى الله قالوا السلام قالوا السلام نبت قلنا هاور إثنين الله لنا الله مرمن وحال إذا حديث ما وحوها نبي قال وحو إذا هدي نين جاهله ونين مسلم أو الله الله سلام بوده مركا نبي قال نين لتشوغ يعني كيبان نين ويوحاد الحميين markaasuu ninkii baa dhahay assalaamu calaykum uu ku yiri marka nabigu wuxuu yiri malag baa meeshan joogo wuxuu ku leeyahay marka aad assalaamu calaykum tidi adiga ka mudan buu ku yiri marka uu ku caayayna isagii buu yiri adiga ka mudan caayada wax hadiskaas waa saxiix dhaif ma aha walladheena kuwa weeyo mu'miniintu ibadur rahman yabituuna bariyay li rabbihim rabbigo dadti sujudan iyagoo sujuudsan wa qiyaaman taagan
markay habeenkii bariyaan sujuud iyo taagni iyo quraan akhris bay ku soo jeedayaan habeenka oo dhan in la soo jeedo laba rabo naftaadu xaq bay kugu leedahay habeenka markaad cishaaiga tukato ood cashayso seexo waxoogay markaad hurdo hurdo dhaqarta iska rido soo toos markaad sunnadii iyo quraanka iyo wixii aad ku wardiilayd marka la imo hatta mar labaad inaad seexato waad heli kartaa sheekh culimadeena kamid ahaayo wadankeena ku dhashay gobolkeena oo meelaha xamar iyo joogjoogi jiray yaan u dhabagalay fiidkii hore u seexan fiidkii iyo hore u seexan waa nin wahaab lagu sheegay ninkii ugu horeeyay gobolkeena way fiidkii markuu seexdo markii dadku seexdo isagu soo toosi markaa markaas intuu salaatu leelkii tukado quraanka dambada qabsan habeenkaaba quraanku dhameeyba sidaas caadadiisu ahay marka allah wuxuu leeyahay ibaadur rahmaanku والذين كووية يبيتون عو بريا سجدا حالي سجوتينه وقيام تاجين لرب ربكم أي سجوتينه والذين كووية يقولون يدهنا ربنا ربك يصرف عنا نجليه عذاب جهنم جهنم عذاب كذا نجليه إن عذابها عذاب كذا كان وفاض غرام كيل لازمة وكفق إن روح كواجبه إنها جهنم صاعد وحنتها مستقر المكان الصغنان ومقام المكان كن جادي وحنتها waxay ka alla baryanayaan markay habeenkii soo jeedaan oo wardiyaan oo quraanka ay akhriyaan oo salaad tukayna ilaahu cadaabka naga nabadgali bay leeyahay ilaahu cadaabka naga nabadgali bay leeyahay wax kale ka alla baryan maaya haddii fiqigana waa la bari kara alliye nabadgaliyadii taa dib male iyaga qodobka ugu weyn waxa way muuminiinta dhabta cadaabka ugu daran iyaga cadaabkaasina ka seexan kareen walladina kuwa ay muuminiintu ibadur rahmaanku yaquluna ilaahada rabbana rabbiga isrif anna naga leexi عذاب جهنم جهنم عذاب كذا إن عذابها عذاب كذا كان وحوا هذه غراما كي لازمة وكفق إن الروح كواجبه إنها جهنم صاعد وحنتها مستقرا مكان الصغنان يوم مقام المكان كن قادي والذين كووية مؤمنين تنبتاه عباد الرحمنكم إذا أنفقوا مركا وحبحين أيان لم يسرفوا أن خسارين أن إسرافين ولم يقتلوا أن عليلين وكان وهو هذه بين ذلك قواما وحتى سمع دحضودا وحوي مركي وح بحنيان بالمتر مركي وح صدق سنيان دي حوله هذي ودوه ذا بحنا يعيش مردوق مايا سدان وهاي سن مايا وح أغلى جلي بحنيا عروت هذا مركي مصاريف سين وح كبد بد سين مايا إن وح يرد كف الله نسين مايا بغض هذا دم بس داس مركي سلاد يتكنيان نفط هذا حق بيسينيان رأيك حق بيسينيان وحكلو علم ذي ذهدين ninku xoolihiisoo dhan wax walba haduu bixiyo oo meel xaq ku bixiyo israaf maaha haduu wax yar oo shilin iyo wixii lamid ah bixiyo oo meel xaq darro ku bixiyo waa israaf saana weeyaan culimadu walladina kuwa ibaadul rahmaanku idaa anfaqo markay wax bixinayaan lam yusrifu an khasarinin an israfinin walam yaqturu an iririyin wa kana waxa ahdi bayna dalika labada dhaxdooda qawaaman wax toosan baa hada iqtisaad wax la ilaawayn dhaxdhaxaad khayrul umuri aw sadduha way wala subhanahu